خليني بس عايز اقول لك حاجه. الرياضه هي ملهاش كبير عشان بس تبقى فاهم، يعني مفيش حاجه اسمها التوقعات المرئيه للماتش. تطلع القصه عباره عن فرقه اي لعبه جماعيه، او تطلع القصه على لعبه فرديه فلان او فلانه بيلعب في لعبته الفرديه، فانت تبقى شايف انه بالتاكيد 100% هيفوز، فلما ما يفوزش فانت تزعل. المساله مفيهاش كده خالص خالص. هرجعك تاني، المنتخب ده عمل اللي ما يعمل. المنتخب ده لعب في ظروف صعبه جدا، ظروف يومية شديدة الصعوبة، ضغط نفسي، الجو حر، رطوبة عالية جدا. تيجي تقولي دي الإعداد، هم مستعدين ومعمل لهم إعداد كويس وزي الفل. حلو؟ طيب، اتنين، احنا بنتكلم على لعيبة تم إنهاكهم في الماتشات الأربعة اللي لعبوها، وبالرغم من ذلك احنا شفنا أداء عظيم. احنا معانا كابتن محمد حشيش. الله، كابتن محمد حشيش نجم الاهلي ومصر السابق، ازيك يا كابتن؟ اهلا اهلا يوسف، عامل ايه؟ وحشني. الله يخليك، انت كمان والله كتير. يا رب يخليك. ايه رايك في المنتخب امبارح؟ ولو حابب يعني تقول لي ايه اكتر حاجه لفتت نظرك في اداء اللعيبه، واكتر لعيب غير ابو جبل، اكتر لعيب عجبك؟ بص طبعا يعني امبارح طبعا رغم ان احنا يعني الناس كلها طبعا زعلت لضياع البطوله، انما احنا كسبنا صدقني منتخب يعني كبير، ومنتخب يعني عمل الصعب كله من البدايه. يعني لو نرجع بالذاكره كده، الناس كلها من اول كاس العرب وبدايه بقى من البطوله الافريقيه، كان كل الناس بصراحه فقد الامل ان احنا ممكن يعني نعمل خطوه مثلا في البطوله سواء اداء او نتيجه. واتفاجئنا طبعا بمباراه نيجيريا في الاول، اكدت الاحساسات بتاعتنا يعني. انما بعد كده الحقيقه لقينا المنتخب بيتدرج في المستوى وبيعلى بالمستوى، الى ان وصل طبعا لدور ال 16 مع كوت ديفوار. دي كانت نقطه الانطلاق للمنتخب بقى. حلو. أداء رجولي قتالي، بيلعب مع فرق، يعني أنا عايز أقول لك حاجة، المنتخب ده يعتبر لعب أربعة نهائي، لما تلعب كوت ديفوار والمغرب والكاميرون والسنغال اللي هم الفرق كلها المرشحة للبطولة، وتأدي معاهم بالأداء ده وتلعب 120 دقيقة في الماتشات كلها، غير ضربات الجزاء، بالستريس الجامد على اللعيبة، بالمجهود الغير عالي غير عادي، يعني كل ده كان صعب جدا جدا لأي فرقة تعمله. يعني لو لاحظنا حتى المنتخبات التانية كان طريقها سهل مش زينا، لعبوا فرق يعني نص نص، 50% 60%، انت بتقابل اربع فرق يعني على مستوى عالي كلهم محترفين. فده يمكن طفى النار شويه امبارح بعد خساره البطوله، ان انت ما تقدرش تقول اللعيبه دي اثرت، وده كان اهم حاجه. حلو. كان جدا. اهم حاجه بالنسبه للمصريين ان يحسوا ان اللعيبه رجاله في الملعب. طبعا في بعض الاخطاء اللي لازم نتداركها، عشان الاهم زي هو ايه؟ التصفيات. زي ايه يا كابتن؟ اولا يعني الاختيارات من البدايه كان لازم يعني نعمل تحسب للحاجات اللي حصلت، زي مثلا النقص العددي في بعض المراكز، زي مثلا الباك رايت انت خسرت اكرم، ما تلعب عمر، برضه عمر اساسا من البدايه مش باك رايت، انما هو لعبها في البطوله العربيه. برضه لا يكفي، لان كل لعيب في الملعب يوسف بيبقى له عدلته اللي بيتميز فيها. فانت لما تخسر الاساسي والبديل بتاعه، وبعدين تخش تجيب لعيب من نص الملعب امام عاشور يلعب في ناحيه الباك رايت، فدي كان برغم انه ادى اداء كويس مع لعيب طبعا من احسن اللعيبه في البطوله وفي العالم، تتحسب له. بس انت لازم يكون عندك برضو يعني اختيارات احسن من كده واوقع من كده. عندك مثلا يعني انا بقول ان منتخب مصر الاداء الرجولي اللي على مدار المباراه دي كلها كان يميل للدفاع، انت بتامن دفاعك كويس، انما الثلث الهجومي انت ما عندكش صنع الهجمات اللي توصلك
وتتيح لك فرص للتهديد. يعني حته ثلاثه ديفندرات دي يعني برضو صعبه. دفاعيا كويسه، انما هجوميا مهمه جدا جدا، وخصوصا في المباراه اللي جايه، مثلا مباراه السنغال اللي رايح جاي. انت على الاقل مباراه مصر مش هتنزل تامن الدفاع. انت عايز تهاجم وعايز تحرز اهداف عشان الماتش الثاني. فممكن تجيب لعيب ديفندر قوي او تلعب باثنين ديفندر، بس لازم معاهم صانع العاب. لو هنقول عبد الله ما يستحملش الحته دي نتيجه للسن والمجهود والكلام ده، طب انت لازم تختار الفتره اللي جايه عنصر شاب شويه قادر ان هو يعمل لك حته صانع الالعاب. طيب اللي هو يحصل الربط ما بين المدافعين والمهاجمين. اخيرا يا كابتن، مين اكتر لاعب لفت نظرك امبارح؟ بص انا عجبني طول البطوله طبعا محمد عبد المنعم وفتوح. حلو. الاثنين على مستوى عالي جدا. طبعا ابو جبل تفوق على نفسه، يعني حاجه مذهل ما شاء الله عليه، حاجه منتهى الابداع. الراجل كمان الصعوبه انه ما كانش بيلعب خالص، حتى اخر فتره في نادي الزمالك ما كانش بيلعب. غريبه. فيلعب في الظروف الصعبه دي ومع فرق زي دي ويعمل المستوى الغير عادي، دي حاجه طبعا كبيره جدا. حلو. انما فتوح ومحمد عبد المنعم دول اكتشاف البطوله الافريقيه. عاش عاش. انا بشكرك جدا كابتن محمد حشيش نجم الاهلي ومصر السابق.